السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أزهار ملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني. قناة السودان اليوم سودان ديالي اللي تمنى دخل الاشتراك والانضمام إلينا وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. متوسط أسعار ملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني مساء أمس السبت حتى صباح اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020. تنويه: أسعار ملات ليست ثابتة أو مستقرة وتختلف من تاجر لآخر خلال اليوم، فرج الانتباه عند التعامل. الدينار الكويتي 788 جنيه، الدينار البحريني 585 جنيه، الريال العماني 568 جنيه، الدرهم الإماراتي 69.50 قرش، الجنيه الاسترليني 320 جنيه، ريال قطري 69 جنيه، الجنيه المصري 16 جنيه، الريال السعودي 68 جنيه، الدولار الأمريكي 260 إلى 262 جنيه، اليورو 304 جنيه، الدينار الليبي 71 جنيه. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.